نجمه دارين حداد، برحب بك على شبكه ايرم نيوز. النهارده منورانا في الدوره الثانيه مهرجان اوسكار السينما العربيه. مشاركتك النهارده في المهرجان ومع زملائك وجايه تقولي لهم ايه النهارده؟ مشاركتي عندي جايزه هقدمها، ومشاركتي حلوه جدا عشان انا السنه اللي فاتت ما كنتش موجوده، يعني بحب اكون موجوده في مصر في مهرجانات حلوه كده، حاجه حلوه احنا بنشتغل في البلد دي عشان نعمل فيها اسم حلو، عشان نشتغل فيها كويس، وعشان يكون لينا عندنا صدى. ف I'm so happy اني موجوده هنا. منورانا، وعايزين نتكلم على مسلسل بين عالمين، طبعا محقق نجاح كبير وخارج سباق رمضان بقى، يعني دي حاجه جديده على الدراما المصريه ان مسلسل بره رمضان يحقق نجاح كبير. بيمثلك ايه هذا النجاح والتعاون مع طارق لطفي في ثاني او ثالث بطولاته التلفزيونيه والمخرج احمد مدحت وهشام سليم؟ بص، في هشام سليم، في درا لقاء الخميسي، احمد مدحت، ايمن مدحت، كل واحد فينا كان بطل في عمله، فانا مش حاسه انه في بطل واحد، فكل واحد فينا اشتغل كويس. المخرج خرجنا زي ما هو عايز، ف يعني عمل من كل ممثل بطل، فانا بشايفه انه العمل كله متكامل. مبسوطه انه خرج دلوقتي، كنا زعلانين قوي في الاول عشان في رمضان وكده ما خرجش، بس دلوقتي ام سو هابي الحمد لله. يعني دور مذيع، دور شر، يعني ايه دور مذيع؟ في شويه شر بس مش مختصر على الشر. تنوع الادوار بالنسبه لك؟ ما قلتش كده على فكره، حرام عليك، انت اللي قلت، انت كصحفي قلت، المقدمه يعني تقولش اغلب الادوار. لا لا لا، اغلب الادوار، عشان السنه اللي فاتت كنت في الاسطوره كان في شويه شر اني انا اعمل حاجه وحاجه وحاجه. دلوقتي في بين عالمين انا مذيعه، في نفس الوقت انا دور محوري جدا انه بين ده وبين ده، بين العالم ده وبين العالم ده، فاوريدي لازم تكون عندك شويه سباس، ما تقدرش تكون ملاك نازل كده وداخل كده، يعني هو ده المسلسل وهي دي القصه. يعني انا مش حاسره نفسي، بس ده دور عجبني وانا اخذته ولازم اخده، يعني ده دور بالنسبه لي دور بطوله انا موجوده فيه، فعشان دور شر او مش هكون عايط طول الوقت وانا من اول حلقه لاخر حلقه ومسكينه، الله يعني حرام. كان نفسك يبقى في رمضان؟ لا خلاص دلوقتي الحمد لله انبسطنا، غيرنا مود رمضان، رحت سافرت، اتخانقت، ما كنتش قادره، عشان بس احنا كممثلين انا شخصيا باخد الشخصيه على نفسي، يعني بذاكرها واحفظها وكل حاجه، فعملت مجهود قبل رمضان، بعد كده لما حصلت الدروب ده سافرت.